كابتن عادل الف مبروك. الاهلي يوجه انذار شديد اللهجه من البدايه. اكيد اكيد كده. انت عارف الناس بتعمل حسابك قوي وبتقول لك النادي الاهلي فايق فبينزلوا خلاص، يعني مش ياسين من المباراه، لكن اول ما بيلاقوا ان النادي الاهلي قوي في الملعب بتلاقيهم خلاص يعني ايه حبوا يعدوا اليوم، وده اللي احنا كنا قلناه كتير. حتى النهارده يا كابتن في المباراه النادي الاهلي لما جاب الهدف الاولاني وجاب الهدف الثاني وجاب الهدف الثالث، ايه اللي حصل في الاخر؟ حصل ان نادي الاسماعيلي يائس، حتى وانت 10 الاهلي جاب هدف كمان. فده انذار شديد اللهجه فعلا. ولكن الحاجه اللي ساعدتني قوي الاهداف، بيرسيتاو النهارده بدايه جيده، وعبد القادر انا يمكن من المباريات اللي قبل كده انا بقول عبد القادر مكسب كبير قوي. مروحة سموحة أدى إن هو عمل خبرات كويسة قوي، وهو أصلا لعيب متحرك ولعيب كويس قوي. واللي ساعدني أكتر كمان نزول عمار حمدي. عمار حمدي ساعدت بيه جدا. عمار حمدي لو جه ورجع واعتمدنا عليه هيبقى لعيب كبير قوي يا كابتن أيمن. صحيح. هينفعنا قوي، هينفعنا وهينفعنا في الناحية الشمال في الناحية اليمين في الديفندر. عمار حمدي من اللعيبة الجامدين قوي. فالنهارده النادي الاهلي فعلا زي ما الكابتن شريف قال في بدايه الكلام بتاعه، الصفقات مهمه جدا، الرجوع بتاع اللعيبه مهم جدا، المشروع الجيد اللي اتعمل، المشروع الجيد اللي اتعمل في من قبل النادي الاهلي ومن قبل اداره الكره من البدايه، موضوع الاعارات الهائله دي اثمرت على اللعيبه جامده قوي، اثمرت عن اكرم توفيق، اثمرت عن محمد شريف، أثمرت عن عبد القادر، أثمرت عن عمار حمدي. فأنت بتتكلم في أداء متميز من القائمين على الكرة في النادي الأهلي، المنظومة كلها يعني. يمكن المشروع ده يمكن كنت بشرف إن بدأت مع أول سنة للإعارات والحاجات دي، فأنا سعيد جدا بيهم وسعيد جدا إن النهاردة الصفقات اللي النادي الأهلي عملها نجحت، وللأمام إن شاء الله. ويبقى عندك احسن هداف مصري معاك محمد شريف، هيبقى عندك هداف تاني بيرستاو، هيبقى عندك حسام حسن، عندك اكتر من لاعب جيد جدا. بس اتمنى ان عمار ياخد اكتر ومحمد محمود كمان في اللي جاي ان شاء الله باذن الله.